صباح الخير، تعال نتكلم في الفيديو ده عن اول واحدة في الموديول ده من السبكيوتينياس فيلاريزيس فيلاريايا. مين هم الفيلاري؟ اتفقنا ان الفيلاري ده اسم الدلع بتاع التيشو نيماتود. التيشو نيماتودز دول مين؟ دول النيماتودز اللي بتعيش في التيشو، اللي بتولد، اللي بتجيب لارفات. اللارفات بتاعت التيشو نيماتود اسمهم مايكرو فيلاري، فيلاري صغنانين يعني، اللي بتحتاج كمان فيكتور ان هو ايه ينقلها. اللي هنتكلم عليها دلوقتي دي دودة العين بتاعت افريقيا، اللوالوا. لوالوا دي دودة مش موجودة في العالم كله الا فين؟ الا في افريقيا، في الاماكن برضو اللي فيها غابات، والغابات اللي بتنزل عليها مطر كتير، الريني فورست، في الاماكن اللي في غرب افريقيا وفي ايه وفي وسط افريقيا. هذه اللولو الافريكان اي ورم هي دوده بيناين الى حد كبير، هي مش بتعمل مشاكل كتير قوي للعين، هي بتقعد تتمشى تحت جلده كده، ممكن تتمشى تحت العين فالعيان يبص في المرايه يتخض يلاقي ايه دوده ماشيه تحت عينه، بس ما بتعملش اي مشاكل تانية، او مشاكل تانية اللي ممكن تعملها نادره جدا. تعال نتعرف اكتر على قصه حياه هذه الدوده. تبدأ قصة حياة هذه الدودة بهذا البني آدم اللي عايش في أفريقيا، في وسط أفريقيا، واللي مش معدي، اللي نظيف، اللي مفيهوش حاجة. جت دبانة قرصته. مين الدبانة اللي بتقرص؟ واحدة اسمها كرايسوبس، ودي دبانة مش ناموسة، دبانة كبيرة في الحجم، دبانة كبيرة شوية اسمها كرايسوبس. الفيميل بتاعتها هي اللي بتقرص، هتقرص العيان ده وتروح حاطة جوه دمه ايه؟ حاجة اسمها infective filari form larva. زي ما اتفقنا قبل كده ان كلمة filari form معناها ان هي عندها اسوفيجس شكله filari form in shape، فعشان كده اللارفا دي سميناها filari form larva. هتدخل الفيلاري form larva جوه دم العيان وتبتدي تجري 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 لحد ما تروح للبيت بتاعها. البيت بتاعها فين؟ البيت بتاعها في السكن عادي، هتروح تلاقي اي سكن تبتدي تتمشى تحت الجلد وتكبر وتتحول الى ادلت ميل وفيميل. ادلت ميل وفيميل هيبتدوا ايه؟ يتمشوا تحت الجلد، يتمشوا تحت الجلد، يتمشوا تحت الجلد، ممكن يتمشوا عند تحت البريدج اوف دي نوز، او ممكن تتمشوا تحت الكونجنكتيفا بتاعت الاي، بس بيتمشوا ما بيعملوش حاجه تانية. يتجوزوا ويخلفوا، فتروح الفيميل تبتدي تحط عيالها صغيرين اللي اسمهم مايكرو فيلاري. مايكرو فيلاري هتحط عيالها صغيرين اللي هم اسمهم مايكرو فيلاري. المايكرو فيلاري بقى عيالها هيسرحوا فين؟ في الدم، يفضلوا يسرحوا في الدم، بس عيالها بيتمشوا في الدم بالنهار. ليه بيتمشوا في الدم بالنهار؟ لان الدبانه الكبيره اللي اسمها كرايسوبس دي بتقرص بالنهار، فتيجي الدبانه الكبيره اللي اسمها كرايسوبس تقرص عيان عنده لوا بالنهار، تاخد من دمه مين؟ تاخد المايكرو فيلاري. المايكروفيلاريا هتدخل جوه هذه الدبابه وتروح على الثوراسك ماسلز بتاعتها، عضلات الثوركس بتاعت الدبانه دي، وتبتدي ان هي تتحور وتغير جلدها وتكبر شويه وتتحول الى الانفكتيف فيلاري فورم لارفا. وبكده تبتدي ايه؟ تقدر الدبانه دي تروح تعدي شخص تاني وتعيد دوره حياتها، وتوته توته خلصت الحدوت. من كل حدوته لايف سايكل اتفقنا ان احنا بنطلع الحاجات اللي تهمني. اول حاجه هنطلعها مين الديفينيتيف هوست؟ والهوست الوحيد هنا او الديفينيتيف هوست الوحيد، يعني مفيش ريزرفوار هوست، ليه اللي هو مين؟ البني ادم هو ده الديفينيتيف هوست. طب مين الانترميديت هوست او الفيكتور بتاعي؟ هو الادلت فيميل كرايسوبس فلاي. يبقى مين الفيكتور او الذبابه المسؤوله عن نقل هذا المرض؟ هي الكرايسوبس. طب مين الانفكتيف ستيج؟ الانفكتيف ستيج اللي كرايسوبس حطتها جوه دم العيان لما قرصته هي الانفكتيف فيلاري فورم لارفا، هي الانفكتيف فيلاري فورم لارفا. طب فين الهابيتات؟ الهابيتات اللي هو الاورجن اللي بتعيش فيه الدوده الادلت الكبيره، وهي هنا عايشه في السبكيوتينيوس تيشو مايجريتنج، بتمايجريت في السبكيوتينيوس تيشو اند اندر ذا كونجنكتيفا اوف ذا اي، ده الهابيتات بتاعها. طب المود اوف انفكشن؟ المود اوف انفكشن عن طريق ايه؟ عن طريق قرصه الدبانه اللي اسمها كرايسوب، يبقى بايت اوف ذا كرايسوبس انوكيوليتنج انفكتيف فيلاري فورم لارف. طب نوع الترانسميشن ايه؟ هي الكرايسوبس دي لما قرصت العيان وخدت من دمه مايكروفيلاريا، المايكروفيلاريا دخلت جوه الدبانه، حصل لها ايه؟ هل تكسرت؟ لا، لكن حصل لها انها كبرت وتغيرت في الشكل والحجم، يبقى اتغيرت في الحجم والشكل لكن ما حصلش تغير في العدد، ده اللي بنسميه سايكلو ديفلوبمنتال ترانسميشن. يبقى نوع الترانسميشن هنا هو سايكلو ديفلوبمنتال ترانسميشن. اخر حاجه لو انا حابه اشخص هذا العيان، يا اما هلاقي الدوده دي بتتمشى قدامي تحت السكين او بتتمشى تحت الاي، لكن انا لو حبيت اشخصه هاخد عينه من دمه بالنهار، فهلاقي فيها مين؟ المايكروفيلاري دول، فعرف ان هو عنده الادلت، عنده ايه؟ لوا انفكشن. العيان ده هيجي يشتكي من ايه؟ العيان ده هيجي يشتكي من الرجيك مانيفستيشنز، والدوده بتتمشى وعيالها بتتمشى،
بس يبقى العيان ده عنده هيلمنسك انفكشن، فلازم هلاقي عنده شويه الرجيك مانيفيستيشنز. اتفقنا على كده ان اي هيلمنسك انفكشن العيان بيبقى عنده ايزينوفيليا في الدم والرجيك مانيفيستيشنز بتظهر عليه. تاني حاجه الدوده بتاعتها بتتمشى تحت الجلد، فانا هشوف الدوده بتتمشى فين وعملت ايه، بعد كده المايكروفيلاريا اللي سارحين في البلط هيعملوا ايه. يبقى اول حاجه الدوده بتتمشى فين، الدوده دي بتمايجريت، قال لك انها بتقعد تتمشى سنتي كل دقيقه، سنتي كل دقيقه، يبقى كل دقيقه بتبعد عن المكان اللي هي كانت فيه سنتي. طيب ممكن الاقيها over the bridge of the nose، او ممكن الاقيها تحت الكونجنكتيفا of the eye، ممكن لما تعدي على الاي في الكونجنكتيفا بتاعتها تعمل شويه اديمه في الكونجنكتيفا، تخلي تحمر الجفن بتاع العين، تعمل irritation، يبقى عنده شويه وجع، شويه impairment of the vision، مش شايف، ما هو في دوده معديه قدام عينه لكن هي ما بتعملش severe manifestations في الاي ولا حاجه. يبقى اول حاجه المايجريشن بتاع الدوده. تاني حاجه الالرجيك مانيفيستيشنز. الالرجيك مانيفيستيشنز هي من الحاجات الشهيره جدا مع هذا المرض. اول حاجه هو انفكشن، فالعادي ان بيبقى عنده فيفر وهيدك وانوركسيا وماليز، بيبقى عنده ساعات ارثرالجيا، خلاص مفاصله كلها وجعاه، ممكن يبقى عنده ايريسيما، شويه حمار في جلده. واكتر مانيفيستيشن الرجيك بيحصل مع اللي هو البيريورايتس، العيان جسمه كله بيهرش، يبقى هو بيهرش في جسمه كله. بعد كده في مانيفيستيشن مشهور قوي مع اللولو، واللولو مشهوره بيه، هو الكالابار سويلينج. ايه الكالابار سويلينج ده؟ كالابار ده نسبه الى مدينه كالابار اللي منتشر فيها ايه دي، تقريبا في نيجيريا على ما اعتقد، المدينه دي فيها لولو. هذا الكالابار سويلينج ده عباره عن سويلينج، شويه اديمه، ورم موجود في على دراع العيان مثلا او على الريست بتاعه، على مفصل المفصل الريست، وبعد كده او على الهاند. الاديمه دي تفضل عند العيان يهرش فيها شويه، عنده شويه وجع، ممكن تبقى حجمها كبير، تقعد عنده يومين ثلاثه وتمشي، وبعد ما تمشي باسبوعين ثلاثه تظهر تاني على الفور ار، تقعد يومين ثلاثه وتمشي وتظهر تاني على الايد الناحيه الثانيه، تقعد يومين ثلاثه وتمشي تظهر على ناحيه العين. يبقى هي بنسميها ايه، فيوجيتيف، فيوجيتيف سويلنج، متنقله. يبقى انا عندي سويلنج بيظهر في مكان، بعد اسبوعين ثلاثه يسيبه ويروح مكان تاني، يبقى ده سويلنج متنقل. السويلنج ده بيبقى جواه دوده؟ لا خالص، ده عباره عن ايه، الرجيك رياكشن، انفلاميشن ضد ايه، ده الرجيك ريسبونس ضد الانتيجنز اللي بتطلعها الدوده في الدم. يبقى الدوده ملهاش دعوه خالص بالسويلنج ده. السويلنج ده عباره عن ان هو انفلاماتوري رياكشن او الرجيك رياكشن للميتابوليك برودكتس بتاعه مين، بتاعه هذه الورم. اشهر اماكن ليه هو على الهاند وعلى الفور ارم جنب العينين. بعد كده قال لك ان الدوده نفسها بقى ممكن تروح اكتوبيك سايت، اكتوبك سايد زي ان هي تروح للتستيكلز. اخر حاجه المايكروفيلاري. المايكروفيلاري المفروض ان هم ايه، بيتمشوا في الدم من غير ما يعملوا اي مشاكل، ولكن اذا هذه المايكروفيلاري راحت لفايتال اورجنز زي مين، زي الكدني، زي الاي، بس مش في الكونجنكتيفا بقى اللي ما بيجرالهاش حاجه، زي في الريتنا. الريتنا دي اللي هي مكان الريسبتورز اللي العيان بيشوف بيها، الريسبتورز بتستقبل الضوء، زي القلب، زي البرين، تعمل له انكفالايتس. لو راحت اماكن من دي بكميات كبيره وسدت البلاد فيسلز هناك، عملت فاسكيولايتس وعملت انفلاميشن في المكان اللي هي قاعده فيه، ممكن العيان يجي له سيريس مانيفيستيشنز، وممكن العيان ايه، يموت. بيحصل اكتر الكلام ده امتى؟ بيحصل اكتر لما بيبتدي ياخد العلاج. لو اخد العلاج بكميه كبيره مره واحده، ما خدش مثلا جرادوال انكريزنج دوزز، مش انا ازود الجرعه حبه بحبه واديت له العلاج كده جرعات كبيره مره واحده، ممكن كميه المايكروفيلاري اللي تموت تعمل لي سيريس مانيفيستيشن زي ما هنشوف دلوقتي العيان ايه واحنا بنعالجه. يبقى الكلينيكال بيكتشر بتاعت هذه الدوده، دوده بتلف تحت العين ممكن اشوفها، اشهر مانيفيستيشن الكالابار سويلنج والبيريورايتس، بس الباقي ممكن الاقيه بعد شويه او ممكن ما الاقيهوش معظم العيان. تعال نشخص اللولو. هنشخص اللولو ازاي؟ كلينيكالي دوده بتتمشى تحت عينه والكالابر سويلنج، اتفقنا ان هي دي اهم مانيفيستيشنز للولو. بعد كده هدور على المايكروفيلاري. هدور المايكروفيلاري امتى؟ لازم اخد عينه من دم العيان بالنهار، هاخد عينه من دمه بالنهار هلاقي فيها المايكروفيلاريا، لكن المايكروفيلاريا بتاعتها دي متحوطه بشيس طولها 250 في 8 مايكرون، ليها كينكي كيرفز يعني عامله زجزاج كده، عامله زجزاج، وفيها نيوكلياي اللي هي الخط الموف اللي في النص ده، والنيوكلياي دي واصله لحد تحت خالص، لحد اخر ديلها من تحت. طب والله ما عرفتش اشوف المايكروفيلاريا في الدم بالنهار، يبقى انا هبتدي ادور على السيرولوجي. قال لك ان العيان ده بيبقى عنده هاي اي جي اي ليفل زي اي هيلمنسك انفكشن، بس دي بزياده شويه، ان بيبقى معاها اي جي اي ليفل ايه، عالي في الدم. لو عملت سي بي سي بالطبع لازم هلاقي عند العيان ده هاي ايزينوفيليا،
ممكن ادور على الانتيجينز بتاعت سوري على الدي ان ايه بتاع الدوده بالبي سي ار. تعال بقى نعالجه. هذا العيان فيه دوايين ممكن ياخدهم، بس الاول قال لك لو لقيت الدوده والنبي بتتمشى تحت عينه يبقى شيلها. لو لقيت الدوده بتتمشى في مكان انت شايفه هتحط عليها شويه نقط من 10% كوكين، دي حاجه بتدروخها، حاجه زي كده اعمل باراليسز للدوده، اعملها باراليسز لمده معينه علشان ما تقعدش تتمشى مني وتجري مني وانا ايه وانا بشيلها، وبعد كده اخش ايه بملقاط ولا باي مشرط اشدها واطلع. يبقى سيرجيكال ريموفال للدوده لو شفتها. بعد كده في دوايين بيتاخدوا، اول دواء اسمه داي ايسايل كاربامازين. الداي ايسايل كاربامازين ده بيموت الادلت والمايكروفيلاريا، بيموت الادلت والمايكروفيلاريا. طالما موت الادلت هو ممكن يعمل لي الرجيك مانيفستيشنز عنيفه شويه، فبعد اذنك من فضلك يبقى اديله كورتيزون معاه. حلو. طب الدي اي سي بيموت المايكروفيلاري والادلت. الايفرمكتين بيموت المايكروفيلاري بس، الايفرمكتين بيموت ايه المايكروفيلاري بس، بس هو بيموت المايكروفيلاري بالراحه شويه عن الدي اي سي. مشكله بقى الدي اي سي والايفرمكتين هما الاثنين لما المايكروفيلاري بتبدا تموت ان هي بتطلع انتيجنز كتيره، وان المايكروفيلاري نفسها بتقعد تتجمع على بعضها وتعمل كلامبات وهي ميته كده، وتسد البلوت فيسلز الصغيره اللي بتغذي ايه اللي بتغذي البرين، بتغذي الكدني، بتغذي الهارت، فتعمل لي مشاكل سيريس في الاماكن دي، انكفالايتس، كارديوميوباثي، تعمل لي جلوميرو نفرايتس وهكذا. يعني ممكن تعمل لي مشاكل في ايه في الاورجنز الخطيره، تعمل لي سيريس كومبليكيشنز. طب الحل في الحاله دي ايه؟ قال لك الحل في الحاله دي يا اما ان انا ادي جرادوال انكريزنج دوزز، يعني ما اديش جرعه عاليه من الدي اي سي والايفرمكتين مره واحده، او قال لك ان في حاجه اسمها سايتافيريسز. سايتا جايه من سيلز، ان انا اشيل الايه اشيل السيلز او اشيل المايكروفيلاري، ان انا ممكن اغير البلازما بتاعه العيان زي اكستشينج ترانسفيوجن كده، اغير دمه. يعني بعد ما اديله الايفرمكتين اغير دمه فاشيل كل المايكروفلاريا اللي موجوده في دمه، او ان انا اعمل له سايتافيريسز قبل ما اديله العلاج اشيل كميات من المايكروفلاريا الكتيره في دمه فاقلل المايكروفلاريا، فلما اديله العلاج ما يبقاش كميه المايكروفلاريا ايه اللي هتموت كتير قوي. بعد كده في حاجه اسمها البندازول ممكن اديه، فده بيموت الدوده الادلت بس، فبيقلل الريسك شويه بتاع الانكيفالايتس اللي ممكن يحصل لما بموت المايكروفلاريا. تعال نعمل بريفنشن اند كنترول لهذه الدوده. انا محتاجه ان انا ايه ابعد عن الكرايسوبس، يبقى هقفل الشبابيك بالسلك عشان ما تخشليش وما تقرصنيش، استخدم ريبلانس عشان تقرف مني وما تقربليش، البس هدوم فاتحه لان هي بتحجب الهدوم الغامقه، بتبقى اتراكتد للهدوم الغامقه، فانا هلبس لها هدوم فاتحه عشان اضايقها. ادي كيمو بروفيلاكسس، الناس اللي قاعده في مناطق انديميك ممكن اديهم داي ايسايل كاربامازين مره كل اسبوع، جرعه واحده كل اسبوع. في الاخر قال لك بقى ان الكنترول بتاع هذه الدبانه كنترول صعب. ليه؟ لان هي اللارفي والبيوبي بتاعتها اللي هي الشرنقه واللارفات هي بتولدهم او بتحطهم في اماكن مليانه بالشجر ومليانه بالمستنقعات، يبقى موجوده في الغابات اللي هي ريني، فبتحطهم في الحته دي، فانا الحته دي صعب ان انا اوصل لها او استخدم فيها انسكتيسايدز او الكلام ده، فعشان كده الكنترول بتاع الكرايسوبس صعب، فانا بستخدم ان انا احسن ان انا احمي نفسي من الايه من الكرايسوبس. Thank you.